توضأ وترك المضمضة والاستنشاق هل وضوءه صحيح نعم وضوءه صحيح لأن المضمضة والاستنشاق عند الجمهور هي سنة وليست بواجب أما مسح الرقبة ما ثبت والمالكية على كراهة مسح الرقبة لأنها لم تثبت في وضوء النبي هل التسمية عند الوضوء واجبة لا مانع واجبه وحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ضعيف لا يثبت وورد في الصحيحين في وصف وضوء النبي حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد ليس فيها أن النبي سمى قبل الوضوء هل مسح الاذنين عند الوضوء واجب لا مسح الاذنين من سنن الوضوء وهذا مذهب الجمهور قالوا ان الله امر بمسح الراس ولم يذكر الاذنين وحديث الاذنان من الراس ضعيف من كل طرقه هل يجوز الوضوء في الحمام بدون ملابس نعم يجوز هل يجوز الوضوء بدون استنجاء نعم يجوز لان الاستنجاء ليس شرطا للوضوء هل يجوز الوضوء على الأظافير مناكير اذا كانت تشكل طبقه تمنع وصول الماء الى أماكن وصوله فلا، هل يصح الوضوء لو غسل كل عضو مرة مرة؟ يصح، لأنه ثبت عن النبي أنه توضأ مرة مرة، وثبت عنه أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت عنه أنه توضأ ثلاث ثلاث، هل يجوز المسح على الجوارب عند الوضوء؟ في خلاف بين العلماء في مسألة الجوارب، أما الخف يجوز بالإجماع، هل الإفرازات المهبلية عند المرأة تنقض الوضوء؟ الإفرازات المهبلية، الرشح الذي يكون على فرج المرأة، الذي يكثر عند الحوامل ليس ببول ولا يوجد اي دليل على انها تنقض الوضوء، اما العلماء الذين قالوا انه كل خارج من السبيلين ناقض ليس بحديث هو قول اغلبي، هل لمس الزوجه ينقض الوضوء؟ في قولين العلماء، قول عبد الله ابن مسعود والامام الشافعي انه ينقض سواء كان اللمس بقصد او غير قصد، اما الجمهور على انه لا ينقض، هل لمس الفرج بدون حائل ينقض الوضوء؟ في خلاف على حديث من مس ذكره فليتوضا، هذا الحديث منازع في صحته وفي ثبوته، احتياطا توضا، هل التدخين ينقض الوضوء لا هل تغيير حفاضه الولد ينقض الوضوء لا وفي زمن النبي كان في مئات من النساء كان عم يغسلوا اولاد ما امر النبي اي امرأة بعادة الوضوء هل ترتيب غسل الاعضاء في الوضوء واجب في قولين للعلماء الاول بالوجوب ودليل الوجوب الايه وفعل النبي ولم يعلم ان النبي خالف الترتيب في الاركان اما القول الثاني عدم الوجوب لان الواو في الايه لا تقتضي الترتيب ولان الغسل يغني عن الوضوء هل الاستحمام يغني عن الوضوء نعم يغني اذا سبقت النيه لقول ابن عمر واي شيء اعم من الوضوء الا الغسل، ما هي نواقض الوضوء؟ في اشياء مجمع عليها مثل ما خرج من السبيلين، وفي اشياء مختلف عن عليها كلمس المراه ولحم الجمل ولمس الفرج والنوم الخفيف، ما هو دعاء بعد الوضوء؟ يلي يقول بعد ما يتوضا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل ايها شاء هذا والله اعلم سلام عليكم